بعد تسجيل حالات جديدة في العاصمة الصينية، حذر الناطق باسم رئيس بلدية بكين أن الوضع في المدينة يصنف بالخطير جدا، وأن المدينة في حالة تأهب لحرب، وأن بكين تخوض سباقا مع الزمن لمواجهة الفيروس، ويجب أن تتخذ إجراءات أكثر حزما وتشددا. وسجلت بكين في الساعات 24 الماضية 27 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المسجلة 106 حالات في 5 أيام. وتخوفا من موجة ثانية، رفعت المدينة التي تعد موطنا لملايين الصينيين عدد فحوصات الفيروس إلى أكثر من 90,000 فحص يوميا، كما فرضت الحكومة إجراءات وقائية صارمة وأغلقت المنطقة التي بدأت فيها تفشي الفيروس، وهي سوق تشينفادي الذي يعد من أكبر الأسواق في آسيا، ويمتد على مسافة تعادل 160 ملعب كرة قدم، ويوفر 80% من الغذاء لبكين من لحوم ومأكولات بحرية وخضروات، وهو أكبر من سوق أوهان 20 مرة. كما أغلقت 4 أسواق أخرى في العاصمة بشكل كامل أو جزئي، ووضعت حوالي 30 منطقة سكنية مجاورة لها قيد الحجر الصحي. وبينما تجري الصين الإجراءات اللازمة لمنع تفشي جديد للفيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع الوضع عن كثب في بكين، مشيرة إلى احتمال إرسال خبراء إضافيين في الأيام المقبلة، وأعلنت أنها بانتظار التسلسل الجيني للفيروس. بعد أن أشار كبير أخصائي الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن سلالة الفيروس الموجودة في بكين لا تشبه النوع المنتشر في بقية البلاد، وإنما تشبه التسلسل الجيني الخاص بالنوع الأوروبي من الفيروس. وتزعم الصين أن الفيروس عثر عليه على لوحة تقطيع سمك السالمون مستوردا من أوروبا، وأن هذه النتائج جاءت بعد أن قامت السلطات بفحص حوالي 5,000 عينة من السوق، لتظهر النتائج أن 40 عينة تحمل الفيروس. وأعلنت أنها أغلقت باب استيراد السمك الأوروبي حتى إشعار آخر. البيان أثار ضجة حول ما إذا كانت الصين تحاول رمي أصابع الاتهام على مصادر خارجية بعيدا عن أسواقها. وردا على هذا البيان، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصدر الفيروس وطريقة انتشاره بحاجة إلى تحقيق أكثر، مذكرة أن فرص انتقال الفيروس عبر عملية الاستيراد التي تتطلب أياما هو أمر نادر جدا، وإن ما أعلنت عنه الصين ليس سوى نظرية يجب التحقق منها أكثر.